Et tout de suite, comme je l'ai dit, on va parler de la Tunisienne. Une Tunisie, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc déjà, la Tunisie, s'appelle Rim Abd Nader, et elle est أخصائية نفسية. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée ce week-end, et elle a fait pour se marier. C'est bien, oui. Elle n'a pas fait pour se marier la mère ou quelque chose. مي مشات تخطب الصديق ديالها اللي هو رجل اعمال سميتو كريم حتى هو تونسي وعنده شي اصول مغربيه ومشات لعندهم الباب الدار ديالهم كاين لي فوتو سوغ لي ريزو سوسيو دايور يمكن لك تشوفهم ابري اون فالي ميتغ لا فيديو هنا اللي كتشوفها سوغ انستغرام يوتيوب فيسبوك غادي تشوف لي فوتو ديال العروسه ريم اللي مشات دات معاها الورد والشكلاط والخاتم ديال الخطبه باش تخطب السيد اللي كتبغيه واللي اختارت انها تكمل حياتها معاه اللي هو كريم ادوكو داكشي اللي كاين بهذه الطريقه هذه هي كسرات كاع العادات والتقاليد ماشي ديال تونس فقط ولكن ديال الدول العربيه والدول الاسلاميه ودول العالم كاملين يعني راه ماشي هذه شي حاجه ماشي ديجا شفناها سي فري ولكن ماشي اي واحد يقدر يديرها يعني ماشي اي مره تقدر تمشي ان يكون عندها لو كوراج باش تخطب واحد الراجل حيت الاعراف والتقاليد وبزاف ديال الحوايج ça ne permet pas à lui de dire cette histoire hadi et les win c'est que oui bien sûr il a accepté la demande de mariage ديالها ou la proposition de mariage ديالها ou قبل انه يتزوج بالحبيبه ديالو اللي هي ريم et d'ailleurs ريم elle est déjà mariée ah est-ce que عبدو كيشوف la photo ديالها عبدو اللي في la réalisation قال لي تبارك الله زوينه البنت تبارك الله زوينه بزاف كريم on n'a pas de photo ديالو et elle porte une belle robe fleur rose زوينه وهذا لو بوكي دو فلور واللي زوين سي كو في لا فوتو باين ان ماما كريم هي اللي خرجات باش تستقبلها حلت لها الباب ماما كريم شويه مصدومه ياك عبدو كتبان لك شويه مصدومه في لا فوتو المهم دايوغ حتى انت يمكن لك تشوف هذا الشيء اللي كنقول لك عليه دابا اقل من سعد المكانه كتصوا في انستغرام ديال شادا اف ام او لا يوتيوب اي ميم لا باج فيسبوك ديال شادا اف ام غادي تشوف هاد لا فيديو اللي دابا كان اللي اون طران سونغيستري افيك لي فوتو اللي تنهضر لك عليهم اي سكي اوسي اللي خصك تعرف ان ريم ديجا مزوجه وعندها وليدات ولكن مطلقه اي كانت اون غولاسيون افيك كريم ولقاو انهم تيحبوا بعضياتهم اي مشات وتبارك الله عليها زعمات وطلباتو للزواج هو تا هو صدق ولد الناس وقال لها واخا يلا نتوكلوا ولدنا باوي صدق ولد الناس قال لها يلا نتوكلوا على الله دايوغ انا جو بونس زعما سي جو سوي اموروز ولا كنت زعما كنبغي شي واحد بزاف فنقدر ندير هاد الخطوه هادي زعما نقدر نفكر فيها الا كنت مي فريمون شفتي الحب الاعمى داك الشيء كتبان لك داك لا بيرسون وصافي صافي بحال ريم ماشي بلا كريم ولي بقاش يبان ليها دونك سي بور سا لا في سا مي سي بيان الواحد انه يكون شجاع وهذه الحياه حنا ماشي كنطوروا كنتقدموا فكاين بزاف د الحوايج اللي خاص الواحد يدير زعما يديرهم هي الخايبه هو انك تمشي تخطبيه ويقول لك لا بغيت نكمل قرايتي ولا لا ودارنا ما يبغيوش باسكو البنت سي سكيل دي كتقول لا بغيت نكمل قرايتي دارنا ما غيبغيوش لا جا دابا فيا شي حد اخر دابا صور شي تخطب شي راجل ويقول لك لا دجا دواش فيا واحد السيده واحده اخرى خليني نفكر باش نختار واش نتيا ولا السيده الاخرى ايماجينوناري سي غراف جيسبر الا مشيت كتبت عليا شي نهار ودرتها جيسبر انا داك الراجل يقول لي واخا الا قال لي لا صافي غيعقدني من الزواج ومن الحب ومن كل شيء انا خصيتي سلام فوجو